هذا اليوم هو يوم احتجاجي بامتياز لعموم الممرضين وتقني السحاب المغرب من أجل مطلبين ماديين وبسيطين وواضحين. هذا المطلبين عمر لأكثر من 20 سنة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلا أنه لم تتم الاستجابة لهما. مطلب الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية ومطلب تحسين شروط الترقي. فالنموذج الذي يتكلمون معك ومجموعة من الممرضات الحاضرين في هذه الوقفة ما زالوا في الدرجة الأولى من بين الدرجة الثلاث لهيئة الممرضين وتقني الصحة، ما زالوا في السلم 10. احنا في هذا القطاع عندنا السلم 10 وعندنا السلم 11 وعندنا السلم الاستثنائي. ناس خلاو 25 سنة عندهم ديال الأخدمية ومازالين في الدرجة الأولى. هذا أمر. الأمر الإنصاف تعود الأخطار المهنية، الممرض هو الأكثر عرضة للخطر، وذلك بشهادات المنظمة العالمية للصحة. هذه شهادة رسمية، وبالتالي يجب الالتفاتة الإيجابية لهذه الشريحة العريضة بالقطاع والتي لا تدخر جهدا والتي كافحت في جائحة كوفيد والتي ساهمت في المحافظة على الأمن الصحي للوطن. إلا أننا اليوم نفاجأ بهذا الإنزال القمعي الأمني الكثيف الذي ملأ جنبات وزارة الصحة، وكأننا لا ننتمي هذا الوزارة. هذا أمر مؤسف للدولة المغربية، أمر مؤسف للحكومة المغربية، أمر مؤسف للوزارة المغربية، أمر مؤسف لجميع النسيج الحقوقي الذي يدافع على حق الاحتجاج. سوف نستمر في هذا الاحتجاج حتى انتزاع مطالبنا المادية، ولن نمر إلى منظومة صحية بدون أي ضمانات حقيقية للموظف المغربي، ولن نمر إلى هذه المنظومة على أكتاف الممرض، ونريد حقنا من مجموعة الاتفاقات المهزلة التي مرت عبر جميع الحوارات الاجتماعية بين النقابات ووزارة الصحة. وشكرا لكم. كنطالبوا بحقوق ديالنا، حقوق الممرض الإعدادي مهضومة من نهار بدينا. كنطلبوا ترقية استثنائية إسوة مع أصدقائنا الممرضين. عندنا سنوات اعتبارية ما عطاوهاش لينا، سنوات ضياع. تخرجنا كان لنا جلسة 10 سنين عاد خدم، ومطالب أخرى ديال موحدة بحال التعويض عن الأخطار المهنية، زيادة في الأجور. نتمنوا خير إن شاء الله. شكرا. حنا هذا النهار عندنا كبير وقفنا فيه باش نطلبوا المطالب ديالنا اللي ضعنا فيها. خرجنا لا غوتخيط بواحد لا صوم قليلة، ومن 2017 حنا كنتسالوا ترقية استثنائية ما تعطاتش لينا، وخرجنا بثمن ضئيل جدا. وحنا هما شيوخ التمريض اللي درنا ليكول بروفتي اعدادي اللي ما كان ديك الساعه لا الباك لا ديبلومي لا والو. كنا حنا الاولين اللي حطينا السكه، اللي حطينا القطار على السكه. وحنا ضعنا خادمين 42 عام 43 عام باش خرجنا الخدمه، وخرجنا بثمن ضئيل والزياده والمعيشه غلات، وراكم عارفين كل شيء. هادشي اللي نقول لكم. دابا كنطالبوا وزير الصحه والماليه باش تنصفنا وتعطينا واحد ترقيه استثنائيه بقيت الرجعي من 2017 اللي مطبقه في 1993. دوزنا الاوبئه، دوزنا لي فاكسيناسيون، وخرجنا وجلبنا كورونا في اخر ايامنا، وجلبنا كورونا وخرجنا. هادشي راه نقول لك، جميع الاوبئه حاربناها.